باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. قد تكون هذه فرصة كريستيانو. فعلها وسجل كرة في الشباك. 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. واضح جدا للجميع بصراحة كريستيانو رونالدو. وكان واضح أيضا التركيز على تحقيق الانتصار. اللاعبون أظهروا نضج كبير جدا في التعامل مع معطيات هذه المواجهة. تلك هي نهاية البث اليوم. كان بصحبتكم فادي العتيبي وإلى اللقاء. البعيد راح يلاحظ الجميع ربما تأثير هذه المباراة على قيمة الفريق وعلى اسمه وعلى مركزه بين الأندية. يهم أن يستمر فترة أطول في البطولة. أجوار كريستيانو. الله على روعة الهدف. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. المباراة تبدأ ب1-0. الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. فينيسيوس جونيور. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. فرصة هجوم معاكس. توني كروس. كروس كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. قد تكون هذه فرصة كريستيانو. فعلها وسجل كرة في الشباك. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كورة. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. واضح جدا للجميع بصراحة كريستيانو رونالدو. فالفيردي يبحث عن المهاجم. تشاوميني. كيليان مبابي. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يستعيدها بسرعة. تشاوميني. كريستيانو رونالدو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. قراءة ممتازة من الدفاع. الركنية الأولى في المباراة. الآن فرصة لهجوم معاكس. هذه هي كرة القدم. مبابي.
تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، وصلت إليه كريستيانو رونالدو. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، يلعبها على اليمين. الآن إمكانية المرتدة، وها هي نهاية الشوط الأول. أداء كبير في شوط المباراة الأول، ضغط كبير، تحجيم لخطورة الخصم أيضا. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. يعدي إلى منطقة الجزاء، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. جواو فيليكس يلعب كرة بينية، تمركز سليم لقطع الكرة. محاولة أخرى لا تمر، البينية لم تكن مميزة لتمر من الدفاع. لا يوجد مرور من هنا. أكونا، نيمار يعاني في هذه المباراة خصوصا عند التمرير، كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب كرة للجانب الأيمن، فالفيردي. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. كريستيانو رونالدو، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، كان لابد من التشتيت. يستعيدها ميندي. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. تدخل حاسم لقطع الكرة. تشاوميني، رونالدو يلعب كرة على اليسار، مساحة خالية على الجانب، يسيطر على الكرة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. إمكانية مرتدة الآن، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. إمكانية تسديد الآن، نيمار. الله على هذا التألق لحارس رائع، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. فينيسيوس جونيور نمبر 2 أسينسيو، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. كومينج أون ذا فيلد نمبر 10 ماركو أسينسيو. كامافينجا، اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يتعثر ويفقد توازنه، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. نيمار، سون هيونغ مين، جواو فيليكس. يحصل على المساحة، تشتيت الكرة وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. نتيجة مثالية في مباراة حاسمة، الفوز اليوم يعني الاحتفال والفرحة. كان واضح أن عند الفريق خطة صلبة في الملعب، وكان واضح أيضا التركيز على تحقيق الانتصار. لاعبون أظهروا نضج كبير جدا في التعامل مع معطيات هذه المواجهة. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحة
صحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء.